بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد أقسام. قسم من الجهاد معناه أن تحمل السلاح وتدافع العدو وتحارب العدو وتفتح المدن وتنشر العدل وترفع كلمة لا إله إلا الله، هذا قسم من الجهاد. قسم من الجهاد أن كل واحد من هذول الشباب القاعدين هنا يجيب شاب وياه، هذا جهاد، لأن هذا الشاب حديثه من الانزلاق، هذا نوع من الجهاد أيضا. الآن أفرض 50 شاب هنا، 70 شاب هنا، 70 آخر يجيبون يصيرون 140، 140 يجيبون 140 يصيرون 280، 280 يجيبون 280 يصيرون 560، وعلى هذا المعدل. هذا نوع من الجهاد، وكل واحد له أخ، له ابن عام، له صديق، له جار، له قريب وما أشبه، هذا نوع من الجهاد أيضا لا شك، لأنه إذا هذا الإنسان بني على الصلاح، يعني على الصدق، على الأمانة، على الشهامة، على الشجاعة، على المروءة، على البذل، على العمل، هذا أيضا نوع من الجهاد. وبإمكانك، ما عندك كلام شكوف، شيء طبيعي، لكن عندك صديق تأتي به، هذا نوع من الجهاد. نوع من الجهاد جهاد اليوم، منظمات، هيئات على اصطلاح، ملاك شعبان ويا خمسة من الأطباء يكونون منظمة لإسعاف الفقراء، أخ عبد العزيز ويا عشرة مع المعلمين، تسعة يصيرون عشرة لتعليم الأطفال الراسبين، نوع من الجهاد هذا. فرد واحد عبد العزيز هذا شمسة ويا فرد 20 واحد لتنظيف منطقة بنيد القار، ده واقعا النظافة من الإيمان. أكو في الحديث الرسول بنفسه كان يكنس، لهذا واقع أصلا، هذا نوع من الجهاد أيضا. جهاد يعني شنو؟ عبد العزيز سعادت ويفرد تسعة في شركة النفط يكونون هناك غرفة للصلاة، جهاد ما عنده لا رأس ولا ذيل، أنواع جهاد أكو. هذا جنوب لبنان اللي كلكم اليوم سمعتوه، هذا جنوب لبنان حقيقة ذنب منهم وذنب منا، لأن أنا دائما ألقي الذنب على أنفسنا. قسم من الناس يقولون الدول الكبار، فزمن الناس يقولون كذا، لا لا احنا المذنبين، دول الكبار شنو في الموضوع؟ اذا احنا ما كنا مذنبين دول الكبار ما كانت تتدخل. جنوب لبنان ما يقارب نصف المليون انسان فيه، شيعهم ايضا مثلنا، لكن مثلنا لا يعملون، كلنا لا نعمل. اليوم انا زيارة احد علماء جنوب لبنان اليوم بالذات عصر، ويا حيدر رحنا، لعله بعد منه كان ويانا ما أدري، شيخ حميد كان ويانا ما موجود أنا، سألت من قلت هل هناك، لأن هو في نفس الجنوب وقريب الغارة الإسرائيلية، يقين الآن بلده مقطوع هو محارب فيه، بلده يسمى صديقين بعد الصور قرب الحدود الإسرائيلية المزيفة، قلت على أنه هذا قريتك فيها مدرسة؟ لا. فيها مستشفى؟ لا. فيها جمعية؟ لا. ولماذا لا؟ إسرائيليين ما عندهم معجزة، يربونهم تربية مال العصر الحاضر. أي قرية تشوف لها حديقة ولها مجمع ولها جمعية في إسرائيل، ولها أيضا سلاح قوي، حكومة أيضا تساعدهم، وإلى إسرائيل لا تحاربنا لا بالأجنة لا بالملائكة، وجمعيتهم قليلة، هم مليونين ونص، مش بس إحنا اعتدنا على أننا مربوط، بس ناكل ونشرب ونسولف وقعدة، شنو صار في لبنان وشنو صار في إيران وشنو صار في العراق وشنو صار في الكويت وشنو قالوا، هذه الكلمات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أحد الكتاب المصريين اسمه محمد الغزالي،
وإذا تكلمت مع الشباب وغير الشباب الكبار والصغار يقول شنو من بيدنا يأتي؟ يأتي من بيدك عمي. قلت الآن هالأمثلة اللي مثلت لك ما يأتي من بيدك؟ يأتي من بيدك، بل ما يأتي من بيدك صنع الطائرات. محمد الغزالي يقول، أحد الكتاب المصريين مشهور هذا، هذا 50-60 كتاب أيضا، في أحد كتبه قرأت أنا وفي العراق ذاك اليوم، يقول على أنه كانت قبل الاحتلال الإسرائيلي قبل سنة 48، يقول كانت فرد منطقة بين فلسطين وبين مصر، يعني قبل 48، هالمنطقة محل الأوبئة والأوساخ، مقوع ومستنقعات، فراسخ المنطقة، مو يعني منطقة قليلة. لأن أنا هذا الشيء حقيقة شفت في كربلاء، وحج مهدي شافه، من تخرج من مدينة كربلاء كل مستنقع، تذكرون بعد كل مستنقع، أنا شفت هذا الشيء في كربلاء. يقين أنتم شايفين كباركم في الكويت مقوع، يسموه هنا مقوع، مقوع منا إلى مسجد المزيد. يقول بيننا بين مصر وبين فلسطين، محمد الغزالي يقول كان فرق مستنقع كبير جدا، هذا أولا عفن، ثانيا مبعث للأوبئة والأمراض والملاريا والكوليرا، كلكم تعلمون هذا الشيء، أن المستنقعات محل العفونات، ثم الجيف، أجلكم الله، جيف كلاب، جيف حمير، جيف حيوانات، الناس يذبوها، تلبيث المياه، ما يفهمون سابقا الناس. فيقول هذا المكان كان محل الإشمئزاز والقشعريرة. محمد الغزالي يقول أنا أحيانا أمر على هذه المنطقة بصورة ضرورية، أريد أروح إلى بلد مثلا، أريد أروح مثلا إلى بلد، هذا في معبري كان، فكنت مضطر. يقول الوساخة المنظر والعفونة كانت تؤذيني أذية، وأخذ خشمي وأخاف أصاب بالوباء بالكوليرا من هذا المستنقع الموجود هنا. محمد الغزالي يذكر هذا وهو كاتب مصري. يقول وإذا إسرائيل احتلت بلادنا في 48، احتلت فلسطين، يقول احتلوا فلسطين وهذه المنطقة، هذه القطعة من الاحتلال، يعني وقع في احتلال إسرائيل، من فلسطين كانت فصارت لإسرائيل. يقول فرد مدة بعد إيش فرد قصة صارت، مثلا أفرض المنطقة في جهرة هي، ومحمد الغزالي مو مربوط بالجهرة، لكن الوقت اللي يريد يروح على البصرة يمر. يقول بعد سنة سنتين ثلاث سنوات مررت أروح لبصرة مثلا كمثل، مررت على هذه المنطقة، شفت هؤلاء الإسرائيليين جايبين بالمئات من ساحبات الماء، سيارة ساحب الماء شايفيها، يخلوها بالمقاوع والمستنقعات، وليل نهار يشتغلون في سحب هذه المياه، يسحبون ماء من جانب، والسيارات المحملة بالأتربة والرمال من جانب تغطي هذه المنطقة، هذا البحر كلكم شفتوا شلون غطوا وملأوا، يقول تغطي، ومثل النحل يشتغلون، نحل، لأن خلية النحل يقولون مثال الشغل، لأن كل ليل نهار فيها صياح وفيها حركة وفيها دبيب، يقول أخذوا هذه المنطقة الواسعة يسووها الشكل، لا بأس. يقول مررت، يعني رحت، أفرض مررت من جهرة ورحت إلى بصرة ورجعت إلى مصر القاهرة، وبقيت مدة بعد 3 سنوات 4 سنوات، يقول مررت على هذه المنطقة بالذات، أيضا عندي شغل، شفت عمال بناء، عمال كهرباء، عمال واقعين دق على هذه المنطقة، هذا يبني وهذا يجر كهرباء وهذا يسوي شوارع وهذا أسلاك كهربائية وهذا مجاري، يريدون احداث مدينة. يقول هذا أيضا انتهى بعد سنتين 3 سنوات، أيضا صار مروري على هذه المنطقة، يقول شفت كل قصور، كل معامل، كل حدائق، كل أوراد أريج وعطر الورد يطير رأس الإنسان. فمحمد الغزالي هو في كتابه يقول ذنبنا أو ذنبه، وناس يفهمون ونحن لا نفهم. الإنسان اللي ما عنده فهم ما يستحق الحياة يا عمي، الإنسان اللي ما عنده فهم يربطه بالعربانة، على قول الشيخ البهائي
يقول كل من لم يعشق الوجه الحسن، ما يقصد وجه الحسن ها، يعني المعاني المعقولة يعني الارتفاعات، كل من لم يعشق الوجه الحسن قرب الجل إليه والرسن. يعني حمار خلي عليه جول وخلي عليه زمام. كل من لم يعشق الوجه الحسن قرب الجل إليه والرسن، يعني ينكس كون دارد عشقيار بهر او پالان افساري بيا. الحقيقة نحن المذنبون يا عمي. بعدين انا سألت من هذا الرجل، هو العالم اللي كنت في عصر زايرة، قال لي زين في الجنوب شنو عندكم؟ اكو عندكم جمعيات؟ اكو. قال لا جمعيات في كل الجنوب ما عندكم. دعونا عن الجنوب. جمعيات اكو، منظمات اكو، صناديق تبرعات اكو، مجلات اكو، فرد 3 مجلات متقاطعة كانت عندنا وكلها اغلقت ببركة عدم الفلوس. حكومة اغلقت واقع. مجلة الحياة، الاسلام والحياة، الفتاة التقدمية، والهدى، خلاص. يوم انشأت هذه المجلات مصرفها بالشهر 50 دينار، لان قبل هالارتفاع قبل 4-5 سنوات. صار ارتفاع 50 دينار يجمع في المسجد، هذا هو، أو بعض المتبرعين 5 دنانير يعطون 2 دينار 3 دنانير، تدار المجلات. وشلون إقبال من الجماهير عليها حقيقة إلى اليوم اليوم. لأن يعني مجلات موزونة في مستوى وقتها، كلكم علمتم ورأيتم. بعدين صار ارتفاع في الأسعار، صار كل مجلة قيمتها 300 دينار بالشهر، يعني 1000 دينار ثلاثاتها مع الطوابع وكذا. ما طو نامت خلصت راحت. وفي الكويت الثرية، فرق مرة قلتنا في المسجد هذا الشيء، جماهير كانوا خلص. إذا أمه هي لا تفهم الحياة، سوش مو من إسرائيل واقع، والله يلعن إسرائيل 1000 مرة. لكن نصف مليون إنسان 30 سنة ويصير عليهم اعتداء، لا ينظمون أنفسهم، لا عندهم مؤسسات، لا عندهم مدارس، لا عندهم مياتم، لا عندهم ارتباط بالعالم، لا عندهم متاجر وتجارات، لا عندهم سلاح، لا عندهم تنظيم، قطاع بيعيش. يقولون المال المسيب، اكو مثل، المال المسيب يغري الحرامية بالبوق. جيب 10 دنانير تبي بهالشارع، انا اعطيك كلام باكر هالوقت، تعال الى 10 دنانيرك موجود وخذ مني 20 دينار فوق. شو واضح؟ المال المسيب يغري الحرامية بالبوق. جنوب مال مسيب يغري الحرامية بالبوق، خلاص لا اكثر ولا اقل. نحن بحاجة إلى أن نفهم الحياة من جديد، نفهم أن الحياة تبدلت، مو بس الأكل والشرب والمدرسة نروح ندرس وسيارة وسندويش وما سندويش والأشياء. حياة الحاضرة شنو كيفيتها؟ الآن لازم في الكويت من الجهرة إلى الأحمدي كلها جمعيات، كلها منظمات، كلها صناديق خيرية، كلها حسينيات تشتغل. لازم كل حسينية عندنا ليلية مثل هالمجلس فيه. ما عندنا شباب احنا، ما عندنا نساء، ما عندنا رجال. لازم عندنا كل هذه الأشياء حتى نكون أمة متحضرة. أما إذا لا، جماعة متراهلين، وجماعة ما يفهمون، وجماعة ما يبذلون، وجماعة ما يفكرون، وجماعة كذا وجماعة كذا، شيء طبيعي أننا في سبيل الزوال. أكو فرد بيت جدا جميل يقول: من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته. يعني إذا شفت حرامية يجوا وأخذوا جارك وقاموا يزينون لحا، طبيعي. وأنت ما عرفت نفسك وما حصنت بيتك، حرامية يجون عليك ويزينون لحيتك. يسكب الماء على لحيته معناه هو، لأنه وقت اللي يزينون رأس أو شعر أو شيء، أول يخلون عليه ماء شوية حتى شوية ينعم. من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته. فنحن نحتاج حقيقة إلى الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين، مو مع المسلمين، مو مع المؤمنين، مو مع المتدينين، مو مع المصلين، ما قال كله، قال وإن الله لمع المحسنين. تحسن الحياة، تحسن العمل،
فرد مرية نقول لكم فرد قصة. وفي الحقيقة من الدول وش احنا هالشكل. عراقنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، خليجنا نفس الشيء، كل مكان نفس الشيء. فرد يوم كنت أروح ويا فرد السائق، سائق إنسان طيب في كربلاي هو. أروح ويا من كربلاي إلى بغداد. بعد أذان الصبح رجع أخذني إلي وسيد صادقنا هذا كان وياي. أظن سيد صادقنا. أو سيد مجتبى ما أدري. فقلت له انه هو عنده شغل في بغداد، تعالوا خذنا وياك الى بغداد بسرعه اول الشمس حتى نصل الى بغداد نقضي شغلنا ونرجع للدرس. انا عندي درس هناك الساعه 9 حتى نلحق على درسنا. قال زين. اجي بعد اذان الصبح صليت في الصحن وركبت. في الطريق شفت هذا، انا قاعد يمه، شفت على انه هالشكل نمشي اعتباطا مو زين، اسال منه سؤال واستفيد منه وكذا، هو سائق طيب ويفهم. قلت له على انه هاي السياره خذتك حقيقه مخوش سياره، كانت سياره فارهه زينه من شركه قال من المانيا الغربيه. قلت ايش عجب رحت من هناك اشتريت؟ قال لان سيارات المانيا الغربيه خوش سيارات، وانا رحت واتفقت لنا قصه الحقيقه. وهذه القصه كانت لنا ثمينه جدا، والى اليوم ثمينه، والى 100 سنه بعد ثمينه القصه. قال انا وفلان انسان من طويريج، طويريج فرد منطقه قريبه من كربلاء، ثلاث فراسخ، يعني ما يقرب 15 كيلو من كربلاء بعد. قال انا وفلان سائق من طويريج اخذنا كل واحد 1000 دينار، ذاك اليوم 1000 دينار، القسمة قبل 14 سنة تقريبا. اخذنا كل واحد 1000 دينار نروح نشتري من المانيا سيارة. يقول رحنا الى المانيا. في المانيا من الصدف ان هذا صديقنا ضاعت كل فلوسه، ضاعت. يقول هواي تاثر وتاثرت انا، ضاع كل فلوس السياره ضاعت. يقول هواي تاثرنا، لكن انا اريد اشتري سياره، رحنا وياه نشتري سياره ومن اللي شو نسوي؟ يقول قلنا للفندق انه هذا فلوسه ضاع. ما في واقع فالفندق ضاق الماتري، دورنا هنا اخبرنا الشرطه كذا ما فات وما وجدنا الفلوس. يقول صاحب الفندق قال على انه اكو هنا عندنا جمعيه خيريه اسمها كذا في المانيا الغربيه مو في بلاد اسلاميه اسمها كذا، رجعوا هالجمعيه. يقول زين. رجعنا الجمعيه وقلنا ان هذا فلوسه ضاع، غرباء عرب مسلمين في بلاد مسيحيين ما يفهمون لغتهم ولا هم يفهمون لغتهم. اكثر من هذا؟ يقول رحنا هناك وقلنا الموضوع، قلنا احنا اثنين جينا انا من كربلاء وهذا من طواريج وفهمناهم بالمترجم. يقول انا اشتري سياره، هاي السياره اللي انت تقعد فيها الان، نروح من كربلاء الى بغداد. اما صديقي، صديقي رحنا الى الجمعيه الخيريه. الجمعيه الخيريه قال له على انه انتوا اعملوا ثلاثة اشياء بالنتيجة. الخص هذا الانسان اللي مضيع فلوسه ثلاث اشياء يسوي. الشيء الاول انه هنا اكو فرد محل هذا يحتاج الى عامل، روحوا راجعوا هذا الشيء. الشيء الثاني روحوا الى فلان محل بيع السيارات ما ياخذ منكم من هذا الرجل اللي مضيع فلوسه ولا فلس أكثر من رأس المال ما دام الفلوس مضيعة. الشيء الثالث تعالوا علينا احنا الجمعية الخيرية احنا نساعدكم فلوس. أول روحوا على ذاك المحل العمل، يقول احنا للمحل العمل قلنا القصة مالهم وقلنا هالجمعية الخيرية أرسلنا إليكم. قالوا زين. قالوا لهذا الرجل، قالوا أنت شنو شغلك في طواريج؟ قال أنا فترشي وسائق. أنا سائق. قالوا تعرف الفترشية؟ جراج. قال يعرف. قال له زين ايش كثر تاخذ للطواريج اذا اتفيت هرشي؟ قال نصف دينار يوميا. قال له احنا نعطيك يوميا 3 دنانير اشتغل يمنا، اكلك علينا، شربك علينا، لباسك علينا، يوميا 3 دنانير هم نعطيك. اشتغل عندنا. اشتغل حصلت فلوسك روح اشتري سياره. قال زين. قال له اذا تريد هم تبقى هنا جيب عائلتك احنا نقبلك، ابقى عندنا اصلا وشقه بلاش واكل وشرب بلاش وفلوس يوميه 3 دنانير. هذا الاول.
يقول الثاني رحنا على شركة السيارات اللي هم أشاروا إلينا، شركة السيارات قال إتش كثر جمعت فلوس؟ تعال أنا ما آخذ منك زيادة ولا فلس ولا مارك، فلوس ألماني ما آخذ أبدا منك. يعني شنو رأس المال علينا السيارة؟ 200 دينار؟ 200 دينار آخذ منك، مو 300 دينار، الربح ما آخذ منك. هذا الثاني. يقول الجمعية رحنا إلى مرة ثانية، في قصة طويلة قلت من كربلاء إلى بغداد ساعة ونص كله ينقل القصة إلي. يقول رحنا إلى الجمعية الخيرية، الجمعية قال اشتغل هناك. كم مدة تتمكن تشتغل؟ قال أنا أقصى مدة أتمكن أبقى في ألمانيا 100 يوم، يعني 3 أشهر شيء. قال زين 100 يوم 300 دينار تحصل من العمل. 100 دينار 300 دينار، 100 دينار هم أكو لك يوخروا منك، يعني الربح مالهم ما ياخذوا منك. ايش كثر صار؟ 400 دينار. الجمعيه قال عليهم 400، 800 دينار وروح اخذ السياره. يقول هذا بدل خيال الطفل، حقيقه خيال هذا الشيء في العراق. يقول انا اشتريت سيارتي وجيت، هذا صالح سعودي اسمه صديقنا هذا. يقول انا اشتريت سياره وجيت، بعد 3 أشهر هذا يجي سياره وياه خلاص. 3 دنانير الطول هناك للعمل. واكله وشربه ولباسه وشقته بلاش. ذاك ما اخذ مني فلوس زياده يعني كربح، ذاك من الجمعيه الخيريه كمله حتى صار السياره. حقيقه شوف هالشكل شيء اكو عندنا في هالبلاد. الناس يقولون لماذا كل سيارات كذا وكل طائرات كذا وكل سلاح كذا؟ لان يشتغلون عمي، وناس ما يعرفوه ابدا، مو معلوم كاذب او صادق. في المسجد فرد فقير يقوم على انه يجمع فلوسه في ديوانيتنا او في اي مكان اخر. 100 واحد يقول هذا يكذب لا وكذا. شو الدعوة عمي؟ على شنو احنا مغرورين؟ ففي الواقع والحقيقة الله في القرآن الحكيم فرد آية يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. يعني انا ما ظلمناهم، لكن هم ظلموا أنفسهم. فنحن يجب علينا أن نفهم الحياة من جديد، وفهم الحياة من جديد طرق، فلنمشي في الطرق. إذا مشينا في الطرق وما وصلنا، ذاك الوقت القلوم على المجتمع، على الحكومة، على الشعب، على العالم، على أي إنسان. اما اذا منمشي احنا وامامنا الطريق، هذا الانسان ما يستحق التقدم، هذا الانسان يصفع ولا يحترمه احد ولا يبكي عليه احد. وجاهدوا في الله حق جهاده، ايه. والايه التي عنوناها قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن مو أحسن يعني تعطي فلوس للناس، هذا قسم. أحسن حياتك، أحسن بلدك، أحسن عملك، أحسن صنعتك، أحسن فهمك للحياة. اليوم صبح كنا رايحين ويا بعض الأصدقاء مكتب، ما أدري جعفر كان يمشي، هذا مدير المكتبة يقول مو من المؤسف هالمكتبة وهل كثر كتب أكو فيها ولا مطالع. هذا حقيقة مو مؤسف. كتاب هندي أكو، تركي أكو، عربي أكو، عجمي أكو، رياضيات، حساب، فقه، تاريخ، تفسير، أي كتاب تريد أكو أقل. ما يجون للمطالع. بينما في السيارة منو كان ويانا؟ يقول في مصر مو هالشكل. منو كان؟ ما أدري. قال في مصر مناسبة. قال مصر حتى يركب في اتوبوس ويمشي يشيل مجله جريده كتاب يطالع. يابان نفس الشيء، امريكا نفس الشيء. يتقدمون في الحياه، كل انسان يتقدم في الحياه. اما انسان كل سلب كل سلب كل سلبيات، هذا ما يتقدم في الحياه. ونسال الله التوفيق لما يحبه ويرضى.